نعم، إذا الإحساس ديالي أكيد أحس بالفرح والبهجة لهذا التتويج الذي توجت به التي توجت به مجهودات مريم. فمريم استعدت لهذا التحدي وكانت تثابر من أجل الحصول على هذا التتويج. والرسالة التي أريد أن أوجهها للمغاربة أن يفتحوا الكتب، أن يقرأوا الكتب وأن يهتموا بالقراءة، فهي الوسيلة للرقي و للنمو وللتطور. أحب جميع الميادين، فهي شغوفة، فهي طموحة، تحب أن دائما أن تتعلم، محبة للعلم. أنا الآن شعوري لا يوصف، يعاش فقط. فأنا الآن فرحة ومسرورة لأنني مثلت بلدي خير تمثيل والحمد لله. بداية أود أن أشكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله على اتصاله لي، فشكرا له. شعرت بشعوري في حين فازت مريم شعور لا يوصف. شعور لا يوصف، ولكن العائلة كلها فرحة والشعب المغربي كله فرح، لأن مريم فازت في التحدي.